السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي دائما يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال. شكرا للبنات بزاف 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 على التعليقات الزوينه وعلى الكلام الزوين في الحق ديالي. على كل شيء على كل شيء شكرا لكم، الله يخطيكم والله يكبر بكم. راه كاينين بنات كيقولوا لي شكرا شكرا كتشاركي معنا هادشي، وانا كنقول لكم شكرا على المشاهده، كتعطيهم الوقت ديالكم باش كتبركوا تشوفوني. كنقول لكم شكرا، الله يخطيكم الله يكبر بكم. حنا مكملين بعضياتنا باردون. انا كنعطي هذاك الشيء اللي كنعرف، وانتم كتعطوني الكلمات، وحتى انا كناخذ من عندكم بزاف الحوايج. ثقوا بيا، كل واحد عنده حاجه زوينه كيعطيها الاخر، الله يخطيكم. غنبقاو دائما في الشهيوات ديال العيد. غادي نشارك معكم واحد الكفته اللي كتجي زوينه، كتجي بنينه وزوينه، وغورجيت سوتي، وكاروت خيزو مشرمل، والزيتون حتى هو مشرمل. بما انه دابا العيد كيما خصنا نكثروا شويه ديال الخضره، هذا اللي كاين. يلا حبيباتي نبداو بالكفته. المقادير ديال الكفته، انا كناخذ هكا كفيته، ناخذ بصله محكوكه كما تبغيو، بصله محكوكه ولا مشلضه اللي بغيتو. انا كنديرها محكوكه، وغادا ندير شويه القزبر والمعدنوس هكذا، اضافه اللي كندير انا كندير معلقه ديال الشابلوغ، معلقه ديال الشابلوغ باش كتبقى الكفته طريه ما كتقصحش. معلقه ديال الشابلوغ، انا الشابلوغ هذا مصايباتو على يديا. وكندير بيضه، كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الكحل، شويه البزار، شويه الفلفل الاحمر التحميره. وعندي هاد العطريه ديال الكفته، ولا ما كايناش هاد العطريه ديال الكفته تقدروا ديروا العطريه، ديروا شويه جونجومبر، شويه ديال الكمون، الكركم، ديروا العطريه زعما صافي كامله. انا هذه كنشريها بحال هكا مخلطه، زوينه كتعطي الكو زوين. وكندير واحد جوج ورقات ديال النعناع، جوج ورقات ديال النعناع. النعناع كيعطي الكفته واحد الكو زوين، غادا تجربوه وغادا تردوا عليا ان شاء الله الخبر. هكذا كنقطع، وحتى الا كان النعناع الا كان النعناع ناشف، انا غير ما بقاليش، الا كان النعناع ناشف حتى هو زوين كنحكوا فيها شويه هذا بحال هكا. وغندير حقه شويه الزعتر، فوالا فوالا، ندير شويه ديال الزعتر، ندير هاد البيضه، بسم الله. يا الله يا كريم، ندير شويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار، مليحه كيما كتعرفوا. هذا تبارك الله، اي هذا الشيء، اللحم ولا الدجاج ولا اي حاجه، قد ما ترقد كيعطي المفعول ديالو زوين، على الاقل على الاقل واحد الساعتين. هذه العطريه اللي قلت لكم انا كنشري بحال كتباع في المحلات، الا ما كايناش ديروا العطريه كامله هكا. درت جوج معلقات صغار، صافي، ونخدمها بحال هكا، بسم الله، نخدم بحال هكا. هذاك الشابلور اللي قلت لكم كيجي، جربوه البنات، كيجي على مزويناته، كيخلي الكفته كتجي سوا مشويه على الفاخر ولا اي حاجه، كتجي طريه، كتجي طريه هكذا. وتا النعناع كيعطي فيها واحد الكو زوين، هما الشرقيين كيديروا فيها النعناع. فوالا بنات، خلطتها هكذا، ونخليها كوتي، وندوزو نصيبو الزيتون. وحنا بنات ندوزو للزيتون، انا الزيتون هنايا خديتوها هكا، نقدر نقطعو نقدر نخليه كيما بغيت. غسلتو مزيان، رقدتو فواحد شويه الماء وغسلتو مزيان، تنحيد من ديك الملحه ديالتو، ونديرو هنايا، وغندير معاه القزبر كوريوند هكا معلقه، نديرو معلقه ديال الكمون، وندير الزعتر، وثوم بودر،
انا علاش كنخدم بهاد النواش في هاد والثوم بودغ، كنبغيها اكثر من الثوم العاديه باش كيبقى ليا مده ما يخسرش ليا. وغندير معلقه ديال الهريسه، دابا الشحنه في العيد كنشريو الزيتون مشرمل، اللهم كنشريو هذاك العادي ونشرملو راسنا، كنعرفو بعدا شنو اش كاين فيه، اش شرملنا فيه. وغندير الزيت، بسم الله، هكا. وانا غادا نخدم بهذا ديال لاصالاد، كنشريه بحال هكذا، ولا ما كانش هذا نقدر نديرو المعدنوس. فوالا، تقدروا ديروا السيبولات اللي بغيتوا. صافي نخلطوا ونخليه دكوتي، صدقوني هذا كيجي خطير، كيجي على مزويناته. ولا كنا غناكلوه توت سويت كنقدروا نزيدوا معاه واحد المعلقه ديال الطون. انا كنديرها، ولكن الطون كيتكال في نهارو، هذا كيبقى حتى لسيمانه، كيبقى مزيان، ما عنده ما كيطرى والو في بواطه في الثلاجه، كيبقى دائما. انا دائما كنرقد الزيتون بهذا الشكل هذا. فوالا حبباتي، ندوزوا للكورجيت ان شاء الله. بنات الا كنتو كتبغيو هنا الكورنيشون، تقدروا تقطعوا فيه شويه ديال الكورنيشون، تقدروا ديروا فيه المايس، يعني غير كيبقى المايس والطون كيتكال في النهار ديالو. اما الكورنيشون تقدروا الكورنيشون مخلل كتقدروا تخليوه معاه. كيجي يا سلام، دابا انا كندوق ما شهيتكم. هنا البنات غادي ندير كورجيت، انا قطعتها على هذا الشكل. المهم خصها تقطع رقيقه وخلاص، سوا تقطعوها حتى دي غوندال كما تبغيو. غندير بعدا هاد الكاروت يتسلق، وهنا الكورجيت غادي ندير لها شويه ديال الفلفل الكحل البزار هكا، وشويه غير شويه ديال الكمون، ماشي بزاف، هكا نص معلقه صغيره. وغندير فيها معلقه صغيره ديال الزبده، انا كيما هذا ليسونسييل كو هاد الكورجيت خصها تكون مغطيه والنار مهيله باش تهبط على خاطرها. والزيت والملحه ما غنديرها حتى تطيب ليا شويه، عاد غندير الملح. صافي عاد ندير الملحه والزعتر بحال بغيتو ديروا دابا بحال ماشي مشكل. كما قلت لكم ضروري خصها تكون مغطيه والنار مهيله عليها باش تهبط على خاطرها باش ما تحرقنا، لان ما غندير فيها لا ما لا حتى شي حاجه. وهنا البنات شوفوا القريعه ديالتي هبطات، شتي؟ دابا غادي نزيد مليحه ونزيد الزعتر ونخليها واحد شويش. صافي الله يجعل البركه، ونطفي عليها البوطه. شفتي قلت لكم ملي كنسدو على الكورجيت كطيب بداك الفابور، ما فيها لا ما لا حتى شي حاجه، وكتجي على مزويناتها. ندير هاد الزعتر بحال هكذا، فوالا البنات نفس المقله حيدت الكورجيت، صافي طابت كاغوت هاو تسلق. انا ما كنسلقش خيزو بزاف، زعما كنخليه شويه واقف. نحك واحد الراس ديال الثومه هكا، واحد السنين ديال الثومه حكيتو. غندير شويه ديال الهريسه، وغندير الزيت، ندير شويه ديال الفلفل الكحل ديال البزار، غير شويه ماشي بزاف، لان درت شويه الهريسه. وغندير شويه المليحه، انا الخضره كلها ما كنديرش لها الملحه في الاول، كنبغي نخليها حتى الاخر حتى كطيب عاد كندير لها المليحه. وغندير الحامض مرقد، قطعت له اللب ديالو الدخلاني، قطعته هكا كندير معاه، كيعجبني بزاف وكيجي زوين زوين زوين. شحر هكذا، والخويزو ديالي ملي يشرب هذاك الزويته وداك الثوم والحامض كنزيد له شويه ديال الزعتر. صافي
صافي حتى كنطفي على عاد اش كندير شويه المعدنوس مقطع رقيق. وهنا الكفته كنديرها هكا على الشكل الطولي وكنحطها فوق شويه، كيبقى الاختيار فين ما بغيتي حتى فوق المقله راه كتجي زوينه زوينه زوينه. فوالا بنات الشكل النهائي ديال الاطباق اللي وجدت معاكم، خيزو مشرمل وغورجيت مشرمله حتى هي سوتي والزويتين والكفته، صراحه كيجيو زوينين. جيسبر لا فيديو ديالت اليوم ما تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالكلمات الزوينين، واللي اول مره غادي يشوف لا فيديو ديالي كنقول ليه مرحبا، يعمل لي ابوني ولهلا يخطيكم وشكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.